محاكاة للأحداث الإنسانية يلي عانت منها سوريا على مدار 7 سنوات الماضية. دارت عجلة كاميرا المخرج الأمريكي من أصل سوري علي أكرم محمد. أكيد سالي ليحصد الفيلم يلي أخرجه واللي حمل اسم حمرة طويلة جائزتي أفضل فيلم قصير وأفضل مخرج في مهرجان نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2017. لنحكي أكثر تفاصيل عن الفيلم ونتعرف أكثر على أعمال تانية بصرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم المخرج علي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك بالشام. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك ببلدك. انت سوري الاصل وعايش. اهلا وسهلا فيك ببلدك. اكيد خلينا نحكي عن فيلم حمرة طويله. نحكي شوي عن العنوان. من وين استوحيت العنوان؟ نحن بنعرف انه في دخان حمرة طويله. حمرة تباك العربي. حمرة طويله تماما. هلا حمرة طويله كل معروف انه حمرة طويله هي الدخان العربي الاصيل. بس احنا عانينا بحمرة طويلة انه 7 سنوات الحرب احمر وطويلة، الدم احمر وطويل يعني. حلو. يعني فهذا هو كان اسم الفيلم. يعني علي يمكن هذا الفيلم هو اول فيلم لك بسوريا. انتاج سوري واخراج سوري وحتى الفنانين وكل القائمين والفنيين اخترت انه يكونوا سوريين. نحكي عن هي التجربة، التجربة الاولى لك ببلدك كيف كانت؟ هلا التجربة مميزة جدا، يعني كانت محطة مميزة بالنسبة إلي لأنه مثل ما ذكرتي كانت أول تجربة بالوطن الأم سوريا. طبعا نجاح حمرة طويلة جاء بعد جهد فريق العمل، يعني نحن تعاملنا كعائلة وحدة فريق العمل. صح. وهي كانت صدفة جميلة. سبب الصدفة أنا ما بحب أذكر أسماء، ولكن الأستاذ رامي عبيد ومدير الإنتاج فنجان قهوة كان سبب حمرة طويلة. سبب جائزتين. هو سبب منه، ولكن اسباب فريق العمل والكاتب وفريق العمل يعني بشكل عام. عشان هيك ما بحب اذكر اسماء انا عشان ما انسى حدا. يعني تحيه لهم كلهم. تحيه لهم جميعا وتحيه للاستاذ رامي عبيدو. يعني علي مثل ما قلت انتم عائله واحده ودائما سر النجاح بيكمن بالتعاون بالعائله الواحده ضمن فريق العمل. دائما في ظروف للتصوير ومثل ما بنعرف انه سوريا مرت بازمه وكانت ظروف التصوير كثير صعبه فيها. يعني كيف قدرتوا انه كيف قدرت تتاقلم مع هذا الشيء وتختار مثلا مناطق تصور فيها رغم الظروف الموجوده؟ هلا ظروف حرب يعني هي رسالة. أنا كنت حابب أوصل رسالة للخارج إنه سوريا رغم 7 سنوات الحرب ورغم الحصار إنه قادرة تصنع أفلام وتصنع سينما وتوصل رسالتها وثقافتها للخارج. فهاي هي الفكرة اللي حابب كنت أوصلها صراحة يعني. أكيد علي باعتبار الفيلم شارك بمهرجان بالولايات المتحدة وأخذ جائزتين وأيضا رح يكون له مشاركات أخرى، وهذا الشيء بيخلي إنه ما ينعرض بصورته الماستر مثل ما بنعرف لحتى ما يصير اي مشاكل خلال مشاركته بالمسابقات. خصيتنا بمشاهد خاصه رح نروح سوا مع المشاهدين نشوف حمرة طويله وبعض الافلام الاخرى لك ونرجع. What's up?
I just want to explain what happened yesterday at the car wash. It's not what you think it is. Listen, John, I really don't want to hear it. I really don't care. Can you please let me explain myself, at least? Why did you have to lie to me? Why? I didn't mean to lie to you. I just I didn't want to lose you. You really didn't have to lie to me. You don't have to lie about who you are. You don't have to wear clothes that are fancy because you want to impress me. I mean, look, you're lying right now wearing this outfit. This is not who you are. I'm really sorry. Listen, I have a final to go to study for, so I gotta go. See you around. If I pronounced that correctly. And before Christmas. And the winner is, I got you. The winner is Hamra Tawa. سلمى وعلي، بعد ما تابعنا بعض من مشاهد حمرة طويلة، خلينا نفوت شوي بتفاصيل العمل بما أنه العمل لساته ما انعرض. خلينا شوي نفوت بتفاصيل تقدر تحكي لنا عنها أنت كمخرج. هلأ تفاصيل العمل رح أحكيكم شغلات بسيطة منها، مش ماني حابب انزع الفيلم للمشاهدين. فالعمل هو يحاكي قصة حب في زمن الحرب، ومن خلال قصة الحب في رسالة انه السوري قد ما اختلف بوجهة نظره مع السوري اخوه السوري، بالنهايه ما لهم غير بعض. يعني بنختلف يعني مع بعض، بس بالنهايه اللي احنا انه السوريين ما لهم غير بعض، مهما تغربنا، مهما رحنا، مهما اختلفنا بالراي، بالنهايه احنا اخوه ولازم نضل ايد واحده. اكيد. يعني علي عم نحكي عن رساله كثير مهمه، وهالرساله بتكتسب اهميه مختلفه لما بتصير عم تنعرض على شاشه برا، وخصوصا لما عم نحكي عن الولايات المتحده الامريكيه. كيف كان صدى هذا الموضوع بالشارع الامريكي وبالنقاد الامريكيين والبعض الاخر؟ تمام. هلا كان في استعجاب واستهجان من قبل الطرف الامريكي، مشاهدين الامريكان، لانه فيلم سوري، اول فيلم سوري قصير يشارك فيه مهرجانات امريكيه. طبعا هن اخذين وجهه نظر غير صحيحة عن سوريا، هن مفكرين سوريا اسا بعصر قديم الحجري صراحة، بعد الحرب. فكانوا انزهلوا انه سوريا عم يطلع منها هيك افلام، وعم يطلع منها هيك. يعني عندنا نحن قدرات، عندنا فنيين وكتاب وعندنا ممثلين. هي عم نحكي عن شق الناس، شق اللي اخذين وجهة نظر طبعا للشيء اللي عم بيشوفوه على شاشاتهم. تماما. يعني هلا نحن عندنا مثل ما حكيت كتاب وفنيين وممثلين مبدعين، اذا انعطوا حقهم المادة هني، يعني انا تخيلي انه يعني فيهم يعني يتحدوا اكبر شركه انتاج بامريكا، لانه قدراتنا هون كثير عاليه. سوريا وين ما راح مميز. و تمام. علي، سوريا هي خلاقه للابداع. هي رغم ظروف الحرب عم نشوف شباب عم بتابدع خارج سوريا، وهذا الشيء اللي احنا بنرفع راسنا فيه. خلينا نحكي شوي عن صعوبات العمل يلي واجهتكم خلال التصوير. دائما في صعوبات بتواجه خلال التصوير، وخصوصي بالظروف اللي مرينا فيها. كان في صعوبات كثيرة، مو شوي. يعني انا اجيت بال 2016، نحن مناطق التصوير كان يعني لسه القذائف تنزل يعني بالمناطق. شغله ثانيه، انقطاع الكهرباء، انقطاع البنزين، ضعف في المعدات، ما عندنا معدات بسبب الحصار. يعني كان في صعوبات كثيره، يعني بس الصعوبات الاكثر هي بين انقطاع الكهرباء والبنزين والمعدات، يعني ضعف المعدات عندنا الفنيه. اكيد. طيب بظل هي الظروف يعني كمان يمكن توفر لك بيئه حلوه تقدر تستغلها،
يعني أوقات بنختلق ظروف بالتصوير مثل انقطاع الكهرباء المقطوعة أو أنت كانت هذا الشيء موجود قدامك على الواقع، كيف استثمرته بالعمل عليه؟ استثمرته من طريق الممثلين، يعني الضغط عليهم، يعني تعرف يعني لازم نخلص معنا وقت يعني، فاستثمرته بشكل أنه عشت الواقع. أنا مغترب لزمان، مغترب أنا صراحة يعني، فجيت لهوني فعشت الواقع. قد صار لك بأمريكا؟ اللي فوق 10 سنين تقريبا، أكثر من 10 سنين مختلف. رحت صغير يعني، خلصت هاي سكول هنيك وجامعة وجيت لهم. علي، قد ما الإنسان عاش خارج سوريا دائما ارتباطه مثل ارتباط الجنين برحم الأم بده يكون لسوريا، قديش حسيت إنه اتجاه سوريا إلى في مسؤولية، عندك مسؤولية أنت إنك تقدم شيء لبلدك، رغم أنك أنت عايش 10 سنين برات سوريا بس عم بتشوف شو عم بيصير ببلدك. هلأ واجبي هذا يعني، أنا لازم أقدم، أنه أنا ما قدمت شيء خلال الحرب صراحة يعني، فأي سوري مغترب لازم يقدم شيء لبلده يعني، بمجال الفن ولا بمجال يعني أي مجال يعني، لازم يخدم بلده، لأنه البلد بهالوقت يعني محتاجتنا أكثر من أي وقت ثاني صراحة يعني. هلا بالوقت هذا العالم عم تطلع برا سوريا، بس انا بشجع كل مغترب سوري يرجع على سوريا، انه سوريا هي هلا عم تنفتح، سوريا عم يعني كيف بدي اشرح لك اياها، يعني هلا سوريا بالوضع هذا يعني احسن من 10 سنين لورا، والانفتاح قادم باذن الله يعني، وان شاء الله سوريا هو الافضل والاحسن ان شاء الله. اكيد علي، لهيك بدي اسالك، يمكن بدايه الحديث سالتك كيف كانت رده فعل الطرف الاخر الامريكي، مو بس الناس، يمكن المنتجين المخرجين او حتى الاساتذه اللي تعاملت معهم وتعلمت معهم. انت كان لك كثير شغل وافلام اخرى باللغه الاجنبيه بامريكا، كيف شافوا هي التجربه؟ كيف تقبلوا انك انت ترجع تعمل شيء بوجهه نظرك السوريه؟ طبعا اكيد هلا هني يتمنوا انه يجوا على سوريا ويصوروا صراحه يعني، المنتجين الامريكان يعني يتمنوا بالظروف هي يعني يجوا على سوريا ويصوروا، لان سوريا هي محطه هي حديث العالم، وين ما رحت سوريا حديث العالم، فهنوا يتمنوا القدوم لسوريا وتصوير افلام سوريه انه، وعرضوا علي يعني كذا شغلي او كذا شغل، وانا يعني رفضتهم لانه ما حبيتهم صراحه، ولكن في نية إلهم بالقدوم لسوريا بس تنتهي الحرب إن شاء الله يعني. إن شاء الله يا رب. أنا سمعتها من أكثر من منتج ومخرج إنه في نية يجوا على سوريا. إن شاء الله يا رب بيرجعوا كل المغتربين لبلدهم. خلينا نحكي عنك شوي. كنت تدرس طب بشري هيك عرفنا، وحولت شوي للإخراج، أو كيف حولت المسار من الطب البشري للإخراج؟ درست شهرين بس، مو أكثر من شهرين درست. ما كملت. لا ما كملت يعني، مشان ما شهرين فت فيها. ما حسيت حالك؟ ما بغير المكان المناسب يعني، حسيت حالي بالمكان الغلط، فهي صدفة كمان صارت. أنا من صغري أنا بحب الأفلام، وبحب يعني بحضر أفلام كنت أمريكية وأفلام هندية أكثر شيء ومصرية، فكان عندي يعني شغب بالأفلام الأجنبية والهندية، فبالصدفة فتت على استوديو بالجامعة، بنفس الجامعة اللي كنت فيها، وشفت اجواء يعني اجواء السينما واجواء التلفزيون وحبيتها، حكيت مع المخرج وغيرت مجالي لمجال الاخراج والتمثيل، فهي الصدفه الحلوه. حلو يعني. كثير. طيب علي، خلينا نحكي شوي، يمكن هذا الفيلم رح يشارك ايضا مهرجانات ثانيه، شو المهرجانات اللي رح يشارك فيها حاليا؟ هلا فيلم حمراء طويله اخذ شهاده تقدير من هوليوود، من مهرجان اسمه هوليوود فيلم فيستيفال، واخذ جائزتين من نيويورك فيلم فيستيفال، وهلا سيشارك في مهرجان مصر لاحقا، وان شاء الله هسه في مهرجانين من امريكا، واحد بنيو جيرسي وواحد بلوس انجلوس، ان شاء الله يشارك ان شاء الله، وجوائز ثانيه ان شاء الله يا رب، جوائز ثانيه ان شاء الله. اكيد سلمى. علي، بدنا كلمه منك توجهها لكل اللي عم يتابعوك هلا، لكن رفقاتك بسوريا ولكن رفقاتك اللي خارج سوريا، شو بدنا نقول لهم اليوم؟ الله يحمي سوريا، وان شاء الله ينصرها وينصر الجيش السوري. اكيد امين يا رب. شكرا كثير علي لتواجدك معنا، وبنتمنى لك كل التوفيق، واكيد بيبقى دائما اسم سوريا مرفوع بكل المحافل الدوليه. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه، اهلا وسهلا فيك ببلدك سوريا. شكرا لوجودك معنا. وهلا سلمى رح ننتقل